زي ما تابعنا في التقرير الدور العلمي والبحثي اللي بتقوم به مدينة الأبحاث العلمية في برج العرب من أجل دعم منظومة البحث العلمي، واللي حققت فيه المدينة نتائج قوية فعلا على الأرض من خلال عدد كبير من المشروعات والابتكارات والاختراعات اللي خدمت الصناعة المصرية في العام الماضي. خلينا نجاوب دلوقتي على السؤال الأبرز في اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024، إيه هو المنتظر تحقيقه من مشروعات بحثية تانية ممكن تتعمل لخدمة المجالات الصناعية والزراعية وكمان التكنولوجية المختلفة؟ ده اللي هنعرفه من الدكتورة منى عبد اللطيف رئيس مدينة الأبحاث العلمية اللي موجودة معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضراتكم يا فندم، وصباح الخير على كل المصريين، وكل عام والجميع بخير يا رب، وسنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. اللهم أمين. دكتورة، قبل ما نتكلم عن المشروعات المنتظر ظهورها للنور في 2024، لو تقول لنا بقى حصاد ما تم إنجازه من مشروعات بحثية في 2023. الحمد لله 2023 كانت من السنوات اللي احنا نقدر نقول ان احنا فيه بدأ المجهود بتاعنا على مدار السنين اللي فاتت دي بدأ يظهر على أرض الواقع. فبدأنا حتى في حصلنا على عديد من الجوائز، وحضراتكم قلتوا في التقرير حصلنا في التصنيفات الدولية، يعني في تصنيف سيماجو للشرق الأوسط شمال أفريقيا احنا حصلنا فيه على المركز السابع من 378 مركز بحثي على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا. أنا عايز أقول لحضرتك بس التصنيف ده بيتم تقييمه على أساس إيه؟ بيتم تقييمه على أساس ثلاث حاجات: أبحاث، الجزء الشق البحثي، وشق الابتكار، وشق الخدمة المجتمعية أو التأثير المجتمعي لنا. فالحمد لله كون إن إحنا في التوب 10 من العشر في العشر مراكز الأولى، المركز السابع، فده لنا فعلا بدأنا نقول إن إحنا لينا مردود على أرض الواقع موجود ومحسوس بيه. كذلك برضه في تصنيف سيماجو العالمي اللي هو كان دخل في حوالي 8700 مركز بحثي على مستوى العالم، كان لنا إحنا كنا في المركز ال 40 في التوب في 40% الأولانيين. وكان لنا السنة دي حصلنا على ثلاث براءات اختراع تم حصولهم فعلا، تم منحهم لنا من أكاديمية البحث العلمي، من مكتب براءات المصري. البراءات دي مهمة جدا في مجال الزراعة ومجال الصحة. تم توقيع، يعني نقدر نقول وقعنا عدد من وقوع عقود للتصنيع والتسويق بعض المخرجات البحثيه بتاعتنا، ودي بقى الحاجه اللي احنا نقدر نقول فيها ان احنا حقيقي فعلا احنا مبسوطين، او يعني ان احنا نجحنا ان احنا بدانا نكسر الحاجز اللي بيننا وبين الجانب الصناعي. في اربع عقود تم توقيعهم فعلا تصنيع المخرجات البحثيه بتاعنا، ثلاثه بيخدموا في مجال اي فندم؟ ايوه مع حضرتك. ثلاثة بيخدموا في مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية. ثلاث مخرجات منهم اللي هم هيتم فعلا تصويرهم، ونتمنى فعلا على العام القادم او قريب جدا نشوفه في السوق واللوجو بتاع المدينة موجود عليهم. برضه في بعض المخرج البحثي برضه تم توقيع التعاقد مع احد الشركات الصناعيه اللي هو انتاج الكولاجين من المنتجات البحريه واستخدامها كمكملات غذائيه ومستحضرات التجميل وفي العديد من الاستخدامات الاخرى. ناخدهم واحده واحده. طيب مشروعات الزراعيه عملتوا تحديدا فيها ايه؟ ايه هي المخرجات اللي هل وصلت فعلا للسوق ولا هي لسه في اطار يعني البحث ثم التطبيق؟ لا، احنا حاليا مش في اطار البحث، احنا حاليا في اطار التصنيع. البحث خلاص ان احنا حضرنا اكتر من منتج حيوي، المنتج ده في بعض منهم بيستخدم كمنتج حيوي بيساعد في كثره الانتاج. يعني انا بدل ما مساحه الفدان دي بتنتج لي مثلا في 1000 فدان، لا دي هتنتج 1000 طن، هتنتج لي 2000 او اكتر. وفي نفس الوقت بتكون مالهاش تاثير على البيئه ولا على صحه الانسان، انها كلها حاجات حيويه عضويه، فبالتالي مالهاش تاثير ضار لا للبيئه ولا للانسان. يعني كمان في بالنسبه لحضرتك عارف طبعا مشاكل التربه الجيريه، برضه وصلنا لاحد المنتجات اللي هي بتقدر ان احنا نقدر نزرع تربه نساعد على تحسين التربه الجيريه اللي بنستخدمها في مجال الزراعه طبعا. وده طبعا احنا حاليا في مرحله تصنيع مع احد الشركات، وبدانا فعلا ان احنا شغالين في هذا المجال.
وكذلك بالنسبه لمنتج الكولاجين، الكولاجين ده برضو في بنستخدمه من حضرتك عندك عندنا مخلفات الاسماك، وفي مخلفات كتير قوي بتطلع منها، لا ده احنا بدانا ان احنا نطلع منها كولاجين. الكولاجين طبعا حضرتك عارف كولاجين بحري غالي ازاي واستيراده بيتم ازاي. فاحنا فطبعا احنا برضو اتجهنا على حاجه معينه يا فندم، ان احنا نقلل الفاتوره الافتراضيه. طبعا حضرتك عارف ان احنا لازم نعتمد على نفسينا بتكنولوجياتنا احنا بحاجتنا عشان نقلل الاستيراد، طبعا احنا نقدر نعمل الحاجه دي هنا عندنا في مصر. بالاضافه زي ما حضرتك برضو قلت ان احنا في بعض لنا بعض الشغل مع في عمليه المليون فدان والمشاريع الموجوده في الضبعه، فكل ده احنا لنا شغل اوريدي فيه هناك معاهم فيها. طبعا كل الكلام ده طبعا دي حاجات على ارض الواقع موجوده، ده ما برضو ما نغفلش ان احنا لازم نكون موجودين على المستوى العالمي بأبحاثنا العالميه اللي هي منشوره في احدث المجلات، في اعلى المجلات المصنفه دوليا. لنا نشرنا السنه دي حوالي تقريبا 500 بحث، حضرتك 500 بحث دول لما طالعين من 200 باحث تقريبا على اقصى تقدير عندي عدد الباحثين الموجودين في المدينه، بحلاقي ان انا عندي الباحث بينشر اكثر من باحثين في السنه، فطبعا ده معدل عالي جدا بالنسبه لل طبعا جدا جدا بالظبط كده. ده بالاضافه ان احنا في تصنيف ثاني كمان اللي هو تصنيف ستانفورد، اكثر الباحثين تاثيرا على مستوى العالم اللي هم في 2% اللي هم مؤثرين على مستوى العالم. انا عندي حوالي 12 باحث من المدينه مصنفين ضمن هذا التصنيف. ففعلا يعني لا فعلا انا سعيده، بس انا بصراحه يعني طمعانه في اللي جاي اكتر، يعني عايزه ان احنا المرحله اللي جايه يكون بقى فعلا الاربع منتجات اللي احنا عقدنا عليهم دول يكونوا في السوق في صدد التعاقد. احنا ان شاء الله في 24 في صدد مجموعه من المقررات البحثيه اخرى وعد في صدد التعاقد عليها، وربنا يوفق يعني ان شاء الله. طيب دكتوره خلينا نقسم بقى الشغل، يعني احنا عندنا واحنا قاعدين بنذاكر كده الحلقه لقينا ان كان في نوع من انواع الابحاث اللي هي بتطبق بالفعل دلوقتي ابتدت تحصل، وانجاز كبير جدا حصل في الملف الزراعي والابحاث الزراعيه. خلينا نقسمهم بقى واحده واحده ونتكلم عن كل تفصيله. طبعا في حاجه ثانيه مهمه كمان، احنا المشاريع البحثيه اللي احنا حصلنا عليها عن طريق تنافسي، تمويل بيجي لنا عن طريق من جهات تمويل عن طريق التنافس، بحيث بس معظم المشاريع حضرتك دي حاليا النهارده جهات التمويل لما بتدي بتعلن عن مشروع معين والناس بتقدم عليه عشان تاخده، دي كلها بتكون مشاريع لها ارتباط وثيق يا بالزراعه يا بالصناعه يا بمشكله الميه يا بمشكله الطاقه، يعني ما بيعلنوش عن مشروع كده للبحث لمجرد البحث، لا. فبالتالي فعلا لا احنا عدينا اصلا المرحله دي، مرحله الابحاث لمجرد الابحاث وابحاث الترقيه فقط لا غير، دي بقت خلاص ما بنشتغلش عليها بقالنا فتره. اعتقد في توجه من الدوله ان كل الابحاث دي يتم تفعيلها بالفعل وتكون حاجات قابله للتطبيق بالفعل وقابله كمان للتمويل. بالظبط يا فندم، ده واحنا فعلا عندنا في هذا المجال حضرتك، وجينا مثلا في عندنا في منطقه حضرتك عارفه ان احنا موجودين في برج العرب الجديده، في قريه اسمها في بعض القرى حوالينا بدانا ان احنا نطبق فعلا موجودين هناك نظام معالجه الميه ان هم يرجعوا يعالجوها ويرجعوا يستخدموها تاني في مجال الزراعه، وده احد المشاريع البحثيه واوريدي متنفذ في احد القرى الموجوده عندنا هنا في برج العرب. في برضه في بعض المشاريع في العديد من المشاريع الموجوده عندنا النواحي التنمويه اللي بتخدم التربه، حضرتك عارفه ان احنا موجودين في منطقه تعتبر احنا عندنا معهد بالكامل اسمه معهد بخصوص الاراضي القحله. معهد بخصوص الاراضي القحله ده بيهتم بالاراضي اللي هي مش موجوده في البيئه الطبيعيه، لا دي موجود تكون في بيئه بتاثر عليها درجه ملوحه التربه بتكون عاليه، الجو حار طبعا نتيجه طبعا التغيرات المناخيه، فتعتبر المكان الايديال، واحنا فعلا اوريدي عندنا فيه مزرعه تجريبيه تابعه للمدينه عندنا بنتم فيها الحاجات بنجرب فيها فعلا الحاجات اللي احنا اللي تتحمل الزراعات اللي تتحمل ملوحه عاليه اللي تتحمل درجه الحراره العاليه الظروف الصعبه مع ظل التغيرات المناخيه. برضه في عندنا بعض الحاجات اللي تم استخدامها زراعه الكينوا، حضرتك الكينوا دي حاجات مهمه جدا بتقدر ان احنا اولا بنحط نستعوض جزء من انتاج القمح ممكن يدخل معاه هي اي نعم ممكن تكون غاليه شويه بس لها فايده صحيه عاليه جدا، لها برضه بتستحمل
زراعة في الأماكن اللي هي ذات طبيعة خاصة أو ذات طبيعة ملوحة عالية، حرارة عالية. وكذلك في بعض المنتجات كتير اللي احنا بنحاول ان احنا بتتزرع فعلا عندنا في المزرعة، وبدأت ان احنا في المرحلة الجاية ان شاء الله تكون موجودة تتحمل الظروف الصعبة الاقتصادية، الظروف الجوية المناخية الصعبة. أكيد. كل الشكر ليك يا دكتورة منى عبد اللطيف رئيس مدينة الأبحاث العلمية، شكرا جزيلا لحضرتك.